الفرنسي قدامه يومين وعندنا مباراة نهار الأربعاء مع النجم الساحلي في ميداننا اللي محنا باش نساوموا فيها إن شاء الله. أنيس انتم تعرفوني معناتها أقرب الناس للمدرب مستر كلاس ونعرفوا المشكلة اللي عنده في الكيفالونس تاع الأفلام، فما برشا معناتها خلينا نقولوا إشاعات تروج على كريت مغادرة مدير الصفاقس من عدمها، اسكو هذا صحيح ولا اسكو تشوف هالحكاية هذه تنجم تأثر مونتالمون على اللاعبين؟ تنجمش تأثر على الملاعبيات، بقينا بالنسبة للسؤال نتاعك تنجم تسألوا الهيئة المديرة معناتها تنجم يجاوبوك هما. بالنسبة لي أنا كطرف فني نقول لك اللي معناتها ما تنجمش تأثر علينا، وإن شاء الله في أقرب وقت معناتها نعملوا انتصار باش نرجعوا للنادي في السكة الصحيحة إن شاء الله. النادي الصفاقسي عمل كل شيء اليوم، لكن يظل الكرة عكسته اليوم. بس هي كنا رابحين 1-0 تعكس الكرة معناتها، وشو بينالتي فيها فهو عليها لا غالب ان شاء الله واحد يفرح جمهورنا ضرب ان شاء الله، عندنا مقابله مش تكون سهله وان شاء الله نفرح جمهورنا في صفاقس. شوف الباصي على الاخر كانوا نادي صفاقس يخرج من المباراه، شنو صار في الباصي على الاخر باش الفريق رجع وربحوا؟ كانت وقفت سياسه ماتش كامل وقفت البدايه وبعد تغيرت حاجه. ايه معناتها شوف باش يعطيك بينالتي معناتها تنجم تقلب كل شيء، بينالتي كيما قلت لك بينالتي فهو على نجم باش يعطيك بينالتي تقلب الماتش و مازال شامبيون مازال كلاسيكو ضد النجم الساحلي. قدرة ربي ان شاء الله نفرحوا جمهورنا في صفاقس ان شاء الله. النتيجه ما عرفتوش كيفاش تكملوا المباراه. صحيح معناها عملنا انتم ماتش مش باهي بالكدا كما العاده، من بعد معناها تغلينا التون فورم تاعنا معناها قدمنا كره باهيه، مي معناها كونتر فريق كما النادي الافريقي معناها تغلط تخلص. مبروك عليهم الانتصار، عرفوا كيفاش ياخذوا الانتصار نتاعهم في الدقائق الاخرانيين، ما علينا كان نخدموا عندنا دون دو جور ماتش مهم برشا في صفاقس ما لازمش نفلتوا ان شاء الله. بالنسبه لكم المرحله الجايه بعد الهزيمه في الجوله الاولى باش تكونوا متراهنين جديين على لقب ولا حاجه؟ والله كل لقاء معناها تنجم بارتيجي يتبدل برشا حسابات، فهمتها كما قلت لك معناها لازم تحضر سورتو مونتالمون تبدا حاضر نهار الاربعاء باش تجيب الانتصار ان شاء الله، ما نساوموش في التيران تاعنا ان شاء الله.